المسنين ننتظر الإشارة مسؤول الميدان لنستقبل الفحول في أرض الميدان.
إذن الآن نشاهد جميع الفحول في أرض الميدان ونشاهد الحكام متحفزون جاهزون ينظرون ينتظرون جميع الفحول في دخولها إلى أرض الميدان. التشجيع هذه الأجواء الجميلة الرائعة من قبل الجميع يشجع أكيد كلنا نشجع الخيل العربية الأصيلة ونقف دائما معها ونعتز بها دائما وأبدا، وهي أيضا تعلم ذلك عندما تشجعها تشتاد ولاحظوا تختال بجمالها وتعطيك وتقول أنا الخيل العربية الأصيلة، أنا الشموخ، أنا العنفوان، أنا القوة، أنا الجمال، أنا القدرة، أنا التحمل، أنا العز، أنا الخير، أنا البركة. هذا الجواد العربي الأصيل الذي على صهوته كانت الفتوحات الإسلامية، هذا الجواد العربي الأصيل الوفي الذي كان عندما يصاب فارس بأذى ينأى به جانبا بعيدا عن أرض المعركة حفاظا على حياة فارسه، هذا الجواد العربي الأصيل الذي كان يفدي نفسه بفارسه وكان لا يرضى لفارسه أن يصاب بأذى، هذا الجواد عندما كان ينزف وهو ينزف وفارس على مصاب لا يسقط أرضا وينأى بعيدا عن أرض المعركة حفاظا على الفارس، هذا هو الوفاء للجواد العربي الأصيل. هذا الجواد العربي الأصيل عندما كان العرب في القدم عندما يلاقي الفارس أخاه الفارس لا يتكلم معه وهو يمتطي صهوته، لا بل احتراما لهذا الجواد ينزل عن صهوته ويتكلم في شؤون الدنيا، لكن لا يتكلم وهم يمتطون ظهور هذه الخيول العربية الأصيلة، هذا تقديرا للجواد العربي الأصيل. هذا الجواد له تاريخ، هذا ليس فقط جميل وليس لوحة، هذا ليس فقط جمال، هذا قوة، هذا تاريخ، هذا خير، هذا بركة، هذا هو الجواد العربي الأصيل الذي نشاهد أمامكم في أرض الميدان. نقول جمال، لكن الجمال في داخله جوهر جميل وقوي وخير، هذا هو الخيل، هذا هو الجواد العربي الأصيل الذي نشاهد في أرض الميدان، وهذا التشجيع من الجمهور والعشق للخيل العربية الأصيلة. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي حباه هذا الجمال وهذه القوة وهذه القدرة وهذه والتحمل والتأقلم على جميع الظروف، هذا هو الجواد العربي الأصيل الذي يجوب الصحراء دائما. هذه الخيل العربية بشكل عام التي حرص جميع مربي الخيول في العالم غير العربية بأن يأخذوا من دماء هذه الخيول العربية الأصيلة، لأنهم يعلمون هذه الخيل بماذا تتمتع بالقدرة والتحمل والشجاعة والقوة. هذه خيلنا، بس فقط أردت أن أذكر أنها ليس فقط جميلة والمسمى جمال، لكن المضمون جوهر قوة تحمل قدرة شجاعة وفاء، هذه الخيل العربية الأصيلة موجود في هذا المخلوق الذي حباه الله سبحانه وتعالى كل هذه الصفات الحميدة.
طبعا أوقفنا الموسيقى احتراما لأذان العشاء. إذا أنهى السادة الحكام. Thank you judges. شكرا سادة الحكام. Thank you ring master. Thank you DC. Thank you handlers. آخر البطولات سوف تحسم بعد لحظات. والختام الجميل لهذه البطولة الرائعة المميزة التي كنا معكم وإياها في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة على مدى 4 أيام. عشنا جمال قوة أصالة الخيل العربية الأصيلة. إذن أعزائي الحضور، يتقدم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل يحفظه الله، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي السباقات الخيل، تقديرا لرعايته للبطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة. كل الشكر والتقدير لسموك سيدي على رعايتك لهذه البطولة. ويقدم الدرع مدير عام مركز الملك عبد العزيز سعادة الأستاذ عبد العزيز بن سعود المقبل، له منا كل التحية والتقدير. الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، تقديرا لهذه الرعاية الرائعة وأيضا المبلغ الذي خصص للخيل من المملكة العربية السعودية دعما لهذه الخيل العريقة العربية الأصيلة في المملكة العربية السعودية.
إذن وصلتنا الآن النتيجة النهائية لآخر البطولات بطولة الفحول. نبدأ مع صاحب الميدالية البرونزية Last Champion Stallion Championship. We start with bronze medalist goes to horse number 387 رقم 387 دي رواج. ألف مبروك لدي رواج وألف مبروك للأستاذ فهد سعيد زايد ابن محمد آل عايض مربط الزايد. ألف مبروك الميدالية البرونزية. تفضل دي رواج. أين أنت يا دي رواج؟ تفضل دي رواج. لو نيجي بسرعة لو سمحتوا التتويج راح نتوج. يعني كويك بليز. مبروك لدي رواج ومبروك الميدالية البرونزية. ونبدأ الآن لصاحب الميدالية الفضية سيلفر ميدلست goes to horse number 366 رقم 366 جراح المعود. ألف مبروك الأستاذ عبد الله عبد العزيز بن محمود مربط عبد الله المحمود الميدالية الفضية. مبروك سهلو. تفضل وادخل ليصفقوا لك وأنت صاحب الميدالية الفضية. مبروك. هذا هو الجميل الرائع جراح المعود. والآن نتعود على الذهب. والذهب أين تعود؟ جولد ميدلز جوز تو هورس نمبر 390 390 حاتم عذبة. ألف مبروك لحاتم عذبة الرائع وألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مربط عذبة الرائع البطل الذهبي. ألف مبروك. إذن ألف مبروك للأبطال الثلاث. يتفضل مشكورا صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل يحفظه الله رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل. يتفضل مشكورا لتوج الأبطال الثلاث. حاتم عذبة اختال بجماله واستطاع أن يخطف الميدالية الذهبية. كيف لا وأن مربط عذبة العالمي الرائع الذي دوما يمثل المملكة العربية السعودية ويرفع العلم عاليا دوما. ألف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود مالك مربط شركة عذبة. ها هو البطل الذهبي الرائع الذي اختال بجماله حاتم عذبة. صاحب الميدالية الذهبية مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود عليك مربط عذبة الرائع والميدالية الذهبية. يتفضل مشكورا
صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل راعي هذا الحفل العربي الأصيل يتفضل مشكورا ليتوج الأبطال الثلاث. مبارك سهلون ما شاء الله. ميدالية الفضية كان لجراح النتيجة جراح المعود. ألف مبروك للأستاذ عبد الله عبد العزيز بن محمود مربط عبد الله المحمود الرائع. ألف مبروك. مبروك للأستاذ عبد الله المحمود المميز وهذا البطل الذهبي. الميدالية البرونزية كان لرواج وألف مبروك الأستاذ فهد سعيد زايد ابن محمد آل عايض مربط الزايد. ألف مبروك. والشكر والتقدير لصاحب سمو الملك الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل راعي هذا الحفل الجميل. ونحن في الختام نقول للمربي السعودي طوبى لكم بمحافظتكم على الأصالة العربية دوما ودائما وأيضا مركز الملك عبد العزيز الخيل العربي الذي يحتضن باستمرار البطولات بكل نجاح وتألق ونحافظ بإذن الله بمعيتكم على هذا الموروث موروث الآباء والأجداد من خلال إقامة هذه البطولات والاهتمام بالخيل العربي الأصيل. هو من شيم المربي العربي السعودي ولاحظنا على مدى 4 أيام الاهتمام الكبير منذ الصباح إلى المساء مع الخيل العربية الرائعة. والختام لهذه البطولة الرائعة هذا الختام الجميل دائما ختامها مسك عربي أصيل. وإن شاء الله نلتقيكم في البطولات القادمة وإلى اللقاء.
3, 2, 1.